والصدامة للأرض. واش رايك في هذه التجربة اللي داروا واش؟ والله غير صافا خير ربي. محروسة ولا مش محروسة؟ مش محروسة. داروها ديريكت. أنا جيت كما جبت أنا الماشين هي. أنا اللي كنت في الرغلة. واش تخدم يعني نهار جابوا الماشين؟ والله غير تشوف هكذا تقول يعني ما نعرف سبحان الله العظيم ويعني العلم صح. هذيك يعني أنا حاضرة هنا كي حرثوها وزرعوها. يعني هي كي قاعد يقمع على برا ما قطعش باللي يجي هك وذكرها هي خيرتك يا ربي الحمد لله جات ولحقت وهاي لبس يعني انا كي شفت هكذا قمع على برا قلت هذا راه يقصر هذا وهذو نزرعوا يعني نفس التاريخ ايوه القطعه هذه والقطعه الاخرى اي الميم دات هي هذيك سومي ديريكت وهذه كونفنسيونيل ايوه دوك راني نلاحظ في اختلاف كيف واش تفسر لي في الاختلاف في الانبات كما الله هنا ميقاو بزاف يعني ما كانش انبات بزاف مي ملهيه انبات كامل مام لا فيجيتاسيون تسمى الهي طالعه اخر من هنا مام لا هوتور هذه تاع لا بلونت الهي اخر من هنا وهذا واش يثبت باللي سمي ديريكت يمد فوائد صح يمد فوائد احسن من احسن من الاخرى عدو الارض هو المحراث العلم خلق المحراث وإنما ذلك راح يتراجع عليه هو ربي خلق الأرض وقال لك ازرع الازرع وموش حرث حط نبتة تنبت وشي النبتة كي تحطها يلزم تحافظ عليها وتغذيها فقط في نيكمو هنا هنا سورتو دون لاغريكولتور دي زو بلاطو سي تي انفونسيون ا ببري دي جينيرال بيل هذاك دي ايتازوني بور سيمي رابيدمون او مومون باسكو اون في دي سيمي اون سيك Donc l'avantage qu'on a nous associé au labour, c'est qu'on peut faire des semis directs en sec. Et donc moi je pense que l'enracinement de ces céréales-là, si elles sont faites avec des semoirs adéquats, elles ne poseraient aucun problème. Parce que la racine dans la céréale, elle est une racine très très fine, elle s'infiltre puis elle se grossit. Elle va créer elle-même cette fissuration dans le sol. Le بذر المباشر هو نظام حافظ. مسير لهياكل الأرض التي تستقبل البذور مباشرة في التربة دون حرث وهو عبارة عن فتح أو شق واحد فقط في الأرض ذو عمق وعرض كافيين يضمن تغطية واحتكاكاً جيداً للبذور بالتربة لغرض تنقية الأرض من الأعشاب الضارة يجب إجراء تعشيب كيميائي قبل الزرع بذارة البذر المباشر صممت خصيصاً لهذا الغرض يشمل على أزواج من أقراص متجانبة قرص من شأنه قص المخلفات النباتية والآخر لفتح الأخدود بضع سنتيمترات من العمق هذه الأقراص لا تعمل في خط البذر ولكن تجانبه قليلاً حتى لا تضغط على البذرة في الجزء السفلي من الشق بدلاً من ذلك تقوم بتغطية الأخدود بصفة متجانسة قد تكون هذه البذرات مزودة بمقصورتين منفصلتين الأولى للبذور والأخرى للأسمدة الهدف منها منفصلتين الأولى للبذور والأخرى للأسمدة الهدف منها ربح تدق Les façons culturelles conservatrices, c'est une réorganisation ou le changement complètement la mentalité. Voilà. C'est un des moteurs. Ils ont mis de l'achrier comme ça. Voilà. Et les gens, quand ils sortent, ils ont le rendement, mais ils ont le rendement. Rendement, c'est la fertilisation et la protection des végétale. Ou le mtar. Il y a un peu de mort de fiot. Ou un peu de l'âme. Il y a un peu de في غالبية المستثمرات التي تمارس فيها الزراعة المحافظة يتم الاستغناء عن العديد من العمليات الزراعية ويتم تقليل عدد الآلات حيث لم تعد هناك حاجة للمحراث والأمشاط ويتم الحد أيضاً من النفقات المالية المتعلقة باليد العاملة الوقود والصيانة الميكانيكية البذر المباشر يوفر حوالي 40 لترا من وقود الديازل و50 كيلوغرام من البذور للهكتار الواحد
تخيل الخسارة المسجلة في سنوات الجفاف التي لا حصاد فيها، والتي يمكن أن تجنب المزارعين تكاليف الحرث بشكل عام. المزارعون الذين يمارسون الزراعة المحافظة يستخدمون كمية أقل من المواد الكيماوية من المزارعين التقليديين، وهذه الكميات تتناقص على مدى السنين. البذر المباشر يسمح بالحصول على نسبة نجاح الإنبات تتجاوز 90%. لي شارج لي شارج مي سي لو روندمون راه ستابر الناس تلقى بحال قال انا نقص عليا لا عندك يعني والمعاوده بارك الله فيك صح ابارامون لي تورك يقول لك ينقص لي شارج واحد طومون طون انرجي وان طون يل كان سي فوا بلوس دو طون سي تادير لا تخدم ست ايام في لابور كونفونسيونيل بهذا السومي تخدم غير نهار دونك تربح خمس ايام ويل كان كات فوا بلوس دي انرجي اون انرجي إذا كانت تستهلك 40 طرات في لابور كونفونسيونيل هنا تستهلك يطرا هريد دونك سي ديجا هادو سير دو شوز كون يبقى لو روندمون برك حال تيليبل جا تراكتيفيتي. الحرث العميق للتربة يزعج حياة الأرض. البذر المباشر كان أيضا سببا في تحسين النوعية الفيزيائية والكيميائية للتربة في القطاع التي تطبق فيها هذا النظام لفترة طويلة. 2 إلى 5 أطنان من الكائنات الحية في الهكتار الواحد توفر هيكلة التربة وتعيد رسكلة العناصر المعدنية، مما يسمح بتغذية النبات مع تزايد عمق الحرث وتكرار التدخلات الميكانيكية واستخدام الأدوات الدوارة. يتم التخلص من أكبر الكائنات الحية، تتدهور ديناميكية الهيكلة دورة صناعة الدبال والمراقبة الطبيعية للآفات، وهذا ما يزيد في تكلفة التعويض عن طريق المزيد من الحرث، الأسمدة والمبيدات. يجب تحميها حتى لغاية التقنية. ثاني من الفوائد تاعها وهي من أعظم الفوائد هو لو سول مع لا ماتير انرجي تقعد تاع المحاصيل اللي راه ديكومبوزا تقعد في الارض تولي شغل الاسمده لا ماتير بيولوجيك ديفيندر. والفائده ثاني الكبرى تاعو هو الاراضي اللي يحكموا الماء ساغناسيون دو بالسومي ديريكت عبر السنوات. كي تخدم مثلا عام ولا اثنين ولا ثلاثه تولي ما عندكش هاك لا ستاغناسيون دو تولي الارض مفلتره. في هذه الممارسه من الخدمه البيولوجيه الكائنات الحيه من الدوده الالفيه النمل والبكتيريا والفطريات تلعب كلها دورا محددا، حيث تساهم ديدان الارض في بنيه التربه وتقوم بخلط المواد العضويه والمعدنيه. انفاقها تساعد على تهويه التربه وتسلل ونفاذ المياه، فضلاتها في بنية التربة وتقوم بخلط المواد العضوية والمعدنية. إنفاقها تساعد على تهوية التربة وتسلل ونفاذ المياه، فضلاتها الحاصلة من جزيئات المواد العضوية والتربة التي تطحنها ضرورية لنمو الكائنات الحية الدقيقة التي ترسكل على شكل مادة مغذية ودب. سمي ديريكت ان جينيرال تكوين مادة العضوية هي الأولى للأرض، ثانيها ترجع لا ستركتور دي سول كيما خلقها ربي سادير يربط التراب على بعضها. وفي الجزائر وبعد العملية الحصاد يتم رعي القش والتبن من طرف الماشية، في حين أنها تمثل الكتلة العضوية الضرورية للحفاظ على خصوبة التربة، إلا أنها للأساس مكرسة وتستعمل كليا لإطعام الماشية، في حين أن الحفاظ على بقايا السطح هو الأساس للزراعة المحافظة. جمع القصب ولا الرامساج دي شوم براتو، وهذا إلى بوفري لي سول تاعنا، قال فهو إفقار للتربة خاصة إذا كانت موجهة للحبوب، ونلقى الناس يعني تدي القمح
وتدي التبن وتزيد طروط القصب، وهذا منكر. ليش الشومة والمادة العضوية بالمفهوم نتاعنا هو تزيد تغني التربة، يعني اونيميس سورتو اونيميس او ما هو اللي يسمى الدبال، رايحة ترفع من الكمية نتاع الدبال تاعو. توجد بدائل لتخفيف الضغط على استخدام مخلفات الحصاد التي يمكن ان تندرج في نظرة شاملة لهذا النظام، حيث يجب ايضا على إدارة تربية الثروة الحيوانية معرفة التغيرات العميقة المرتبطة بالتقنيات الجديدة، سواء في مجال الانتخاب أو في مجال التغذية أو الصحة الحيوانية. البذر المباشر هو البديل والمفر من الزراعة المطرية التقليدية لكي يصبح عملا تنافسيا ذات أقل خطورة. اعتماده سوف يسمح للبلاد من تقليص أكثر من 40% من أراضي البور. سلا ثالثه اني ما رايح ولا نزيد، ما نقدرش نقول لك تخلي 100 لي تخلي سي بو فات دو 40 روندمون 40 فو بو ديفيزي بار دو باسكو ما تنساش عندك 100 لي سما درت دو 20 الاولى انا في ا بري مويان جينيرال دو 37 هكتار 37 كانتو هكتار على لونسامبل دو الوحده. كيما نديرو حسابنا ايكونوميكمون بارلون تخرجوا خير من 100 لي دو تري لوان، حبوا لا الكروسي بور بو كوميت لي مويان. اضافه إلى الحد من تعرية بفعل الرياح والمياه، المحافظة على الأراضي المنحدرة، بعض الأظهار الإيجابية لنظام البذر المباشر لا يمكنها أن تظهر إلا على مدى سنوات من اعتماده، سيما تلك المتعلقة بتحسين نوعية التربة وأخرى بيئية شاملة.